مبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة يا رب السحر لنا بها باب الخير والتيسير وتغلق بها عنا باب الشر والتعسير وتكون بها يا مولانا من لدنك ولي ونصيرا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله آمين. اللهم إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من خير طلبنا فاقبل بوجهك الكريم عنا ولا تردنا عن بابك خائبين ولا خاسرين. اللهم هذه أكف الضراعة منا إليك قد مدت وإنا قد أنخنا مطايانا ببابك فإن طردتنا فليس لنا إله سواك فندعوه وليس لنا رب غيرك فنرجوه. اللهم قد أغلقت كل الأبواب إلا بابك وقطع الرجاء إلا منك. اللهم فانظر إلينا بعين الرضا. اللهم فانظر إلينا بعين الرضا. اللهم فانظر إلينا بعين الرضا. يا رب إلى من نقصد وأنت الرب المقصود وإلى من نتوجه وأنت الرب المعبود ومن ذا الذي يعطينا وأنت صاحب الكرم والجود. حقيق علينا ألا نشتكي إلا إليك وألا نتوكل إلا عليك. يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ الخائفون يا من بكرمه وجميل عوائده يتعلق الراجون يا من بسلطان قهره وعظيم رحمته وبره يستغيث المضطرون يا من لوسع كرمه وجميل فضله ونعمائه تبسط الأيدي ويسأله السائلون. إلهي بابك مفتوح للسائل وفضلك مبذول للنائل وإليك منتهى الشكوى وغاية المسائل. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من حالنا. نسألك سؤال من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وخنعت لك أنوفهم وسالت لك عبراتهم. اللهم أعطنا ما يصلح حالنا. اللهم أعطنا ما يصلح حالنا. اللهم أعطنا ما يصلح حالنا. اللهم إنا نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الأذلاء ونخضع إليك خضوع الضعفاء وندعوك دعاء العبد الخائف الوجيل الحزين. ندعوك دعاء من ليس له سواك. ارحم ضعفنا يا الله. ارحم ضعفنا يا الله. ارحم ضعفنا يا الله. واجبر كسرنا ويمن كتابنا ويسر حسابنا واعتق رقابنا واصلح ابناءنا واجعل قرة أعيننا في أزواجنا وذرياتنا بجاه سيد الأولين والآخرين. اللهم إنا نسألك بعزك وذلنا وقوتك وضعفنا وغناك وفقرنا. من للفقراء أمثالنا إلا أنت؟ من للمساكين أمثالنا إلا أنت؟ من للضعفاء أمثالنا إلا أنت؟ حاشاك أن تحرمنا وأنت أرحم الراحمين. حاشاك أن تطردنا عن بابك وأنت أكرم الأكرمين. حاشاك أن نعود إلى دورنا وأنت لم تستجب دعواتنا. فقد ورد عن حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. اللهم لا ترد هذه الأيادي الممدودة إليك بالدعاء صفرا. يا رب لا ترد هذه الأيادي الممدودة إليك بالدعاء صفرا. يا رب اعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا. اللهم اعطنا ما نؤمن وفوق ما نؤمن من أمور دنيانا وأخرانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا واعوجاج حالنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا موفق للطاعة إلا أنت ولا حاجب عن قربان ساحة المعصية إلا أنت. اللهم وفقنا لطاعتك وحجبنا عن قربان ساحة معصيتك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. هذا الولي الصالح سيدي مولاي أحمد الذي حضرنا هذه الاحتفالية وهذا الاحتفاء وهذه الذكرى. اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من الآيات
ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيفة حسناته. اللهم اغفر له وارحمه وتجاوز عن سيئاته وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم اعكس علينا من أنواره وأسراره وبركاته ما ترزقنا به الحفظ في الدنيا والسعادة في الآخرة. اللهم جميع الحاضرين وأهل هذه القرية وأحفاد هذا الولي وجميع من حضر هذا الدعاء، اللهم بارك لهم في حركاتهم وفي سكناتهم وفي أرزاقهم وفي أعمارهم وفي صحة أبدانهم وفي أبنائهم وفي بناتهم. اللهم استرهم بسترك الجميل الذي سترت به ذاتك فلا يد تصل إليك ولا عين تراك. اللهم علم مقامهم وارفع شأنهم وأدم ذكرهم واحفظهم بما حفظت به الكتاب المبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على العهد باقون. اللهم هؤلاء الشرفاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نتيمن بالمجيء كل عام إلى هذا الموسم رجاء يعمنا من فضلهم ومن بركتهم ومن أسرارهم. اللهم اجعل أقدامنا التي رفعناها رفعة لنا في الدرجات في الدنيا وفي الآخرة. آمين. وسترا وحجابا لنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا الذين وروا التراب، يا رب اجعل قبورهم محل تنزل الرحمات ومغارا للملائكة. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم آنس وحشتهم وارحم غربتهم وبرد مضجعهم. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادير والتراب وحدنا، واجعل آخر عهدنا من هذه الدنيا الفانية كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقها متحققين. اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا وأنت أكرم الأكرمين. جزاك الله عنا خيرا، رحمة الله على بطن خرج منه.